FM. الكلمة ليك. أوضاع متاع الشهور الموجودة على مستوى وزارة هامة كما وزارة التربية ووزارة المالية، ونحن على أبواب سنة دراسية وعلى أبواب أيضا موازنة مالية فيها قانون للمالية وفيها موازنة المالية باش تتعرض على مجلس النواب الشعب في أقرب وقت، وعلى أبواب أيضا وضع معناها اقتصادي في حاجة إلى الاستنهاض وفي حاجة معناها للعناية أكثر. حركة النهضة ترى ضرورة في أن يقع هذا التحويل الوزاري في أقرب وقت، وأن تنكب حكومة الوحدة الوطنية على أولوياتها المعنونة في وثيقة كرتاش، وهذا بطبيعة الحال نعتبره حاجة معناها ملحة، ما عادش تطلب التأخير. ولذلك نحن قلنا لابد على السيد رئيس الحكومة أن يبذل جهده أن يعجل حتى يعجل بغلق هذا الملف حتى تتجه كل الأجهزة متاع الدولة وخاصة معنا الحكومة الوحدة الوطنية إلى بذل العناية لتحقيق جهودها وتحقيق معناها برنامجها اللي المفروض معناها نمشي فيه في أقرب وقت. هي كأنه اللي تحس الأجندة المطروحة في المرحلة القادمة فيها العديد من الملفات اللي تحتاج إلى جهد، تحتاج إلى أنه هالدوسي متاع التحوير والتغيير واللي ماشي واللي جاي معناها يغلق وتتجه البلاد إلى الاستحقاقات متاع المرحلة القادمة. الكلمة ليك.